حافظة الغربية. أسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. إن في ذلك لذكرى وما
فاصبر على ما يقولون فاصبر على قبل طلوع الشمس وقبل الغروب مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج يوم تشقق الأرض عنهم سواها ذلك حشر علينا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم تشقق الأرض عنهم سواها ذلك
يا حشر علينا نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
فليقل يا سالم خلق من فلينظر الإنسان من ما خلق خلق يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون وأكيد كيلا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هم المفلحون صدق الله العظيم الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهكذا ختمنا الإسلام عشنا سويا في رحاب آيات البينات
فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القاري الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم مسألة مركز الصنفة بمحافظة الغربية ويطلب تلفونيا 54-73-572 الإذاعة الكبرى بصدى الحج عوض أبو سنة بالزهيرة الإمارة الحديثة إدارة رضا رمضان عزاز بالزهيرة الفراشة الكبرى مخزن فراشة الحديثة إدارة أولاد الحج أحمد محمود حسين بمدينة السنبلوي أما الخدمة الفندقية الحديثة لشركة الفرقان بالزهيرة وتلمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ورحم الله موتانا وموتانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.